والعوين من طبيعه الحال، ماشي انت جيتي لهنا للطاليان وكترسل باقي محتاجين لك الواليد والوالده وخوتك وعندك دين وعندك كريدي وعندك وعندك، راك ما غاديش ترجع لك، كان عندك كل شيء هذا الشيء هذا وانت مازال كتنفق على الدار. اما الى السلام عليكم خوتي المغاربه، كيف حالكم؟ كل شيء مزيان، كل شيء هو هذاك. المهم خوتي غنهضروا على الكونترات عقود العمل ديال الطاليان، ونهضروا على الفيزا، طبعا ديال الفيزا امتى خاصك تخرج من المغرب. المهم اسمعوني مزيان، الكونترات الاخوان شكون اللي طلع السوق ديالهم؟ شكون اللي طلع الثمن ديالهم؟ واش المغاربه؟ لا ماشي المغاربه، طلعوا السوق ديال الكونترات هما البنغلاديش والهنود والباكستان، هادو هما اللي طلعوا السوق ديال الكونترات. انت غتقول لي دابا علاش حنا راه المغاربه كيديروا هاد الثمن وكيبيعوهم لينا وكذا وهذه؟ البنغلاديش والهنود والباكستان كيحطوها فوق الطبله للباترونات، هما اللي تصروا الباترونات، ولاو المغاربه محاكين حتى هما هادشي علاش طلعوا السوق. المغاربه ما كينصبوش بزاف، انا نقول لكم كيتنصب عليهم، حتى هما كيتنصب عليهم من طرف محامات والمحاسبين، ومن طرف هاد الهنود والباكستان والبنغلاديش من طبيعه الحال. وهاد الهنود والباكستان والبنغلاديش هما اللي طلعوا السوق ديال الكونترات، كيبيعوا فيهم في بلادهم حتى هما اكثر من 12 مليون للكونترا الاخوان، هما اللي طلعوا السوق. دابا كاين المنافسه بين هادو كاملين، بنغلاديش الهنود الباكستان المغاربه وكلشي، فاش كيمشيو يدبروا على باترون اللي عطى اكثر هو اللي يتعامل مع الباترون، والمحاسب والمحامي وكلشي الاخوان. على ذكر هادشي هذا كامل غادي نشوفوا الاخوان هاد التعليق هذا هنا ديال الاخ، قال لي راه لقيت كونترا ب 15 مليون وانا في الخاص وكلشي ما كنبغيش نهضر في هاد المواضيع هادو، لان شويه صعيب علينا وصعيب حتى عليكم الاخوان، باش ما تبقاوش تهضروا دائما على هاد المواضيع هادو. المهم بغا دير شي حاجه داكشي راه شخصي، شحال وكذا وفين داكشي راه بينك وبين الوسيط ولا السمسار ولا الباترون. المهم سول على شي حاجه اللي هي قانونيه، على الروسي، على الكونترا، على القانون، امتى يتسد امتى يتفتح، على الحصص اللي طالبين وكلشي، ممكن اننا نساعدك. اما الا بقيتي كتدخل تسول على الثمن وكلشي ما غاديش نهضر معاك من طبيعه الحال. المهم هذا الاخ هذا كيف ما كتشوفوا قال لك 15 مليون، وشكون اللي دبر لي على هذه ب 15 مليون؟ محامي قال لك هو اللي دبر لي على 15 مليون. نظركم نتوما شحال غادي يعطي الباترون هذا المحامي؟ غادي يضربها كامله، حقاش المحاماه والمحاسبين شنو كيديروا؟ كيقولوا ان راه هذا الباترون هذا بامكانه يجيب شي حد من المغرب كيضرب ليه حصيصه كامله، فلوس كامله. ممكن ان شي شركه ما تكونش في راس الباترون بلا راه جايب شي مغاربه من على برا، ممكن، لان بزاف ديال المحاسبين كيديروها. المهم 15000 اورو 15 مليون قال لك هذا فيها الوراق، يعني باش تنصحني وباش غنصوا هذا الاخ هذا في نظركم الاخوان؟ باش غادي نصوا الاخوان؟ لان الى خدم بدراعه وفي الحلال هاد 15 مليون العام الاول ما غاديش يجمعهم طبيعي الحال، العام الاول ما غاديش. الواحد فاش كيجي هنا يلا كيبدا يتضارب مع السكنه في العام الاول، كنهضرك على العام الاول، فاش ان شاء الله من بعد شوف انت اش من خدمه غادي تخدم باش ترجع هاد الفلوس هذه كامله. العام الاول يلا كتضارب مع السكنه وفين تكري وفين تسكن وكلشي ومع الوريقات ديالك، يعني من بعد خاصك تشوف كيفاش ترجع هاد الفلوس هادي ديال 15 مليون. وانا كنشوف فيها بزاف الاخوان، باش الواحد يمشي يشري كونترا ب 15 وما قالشك فيها الوراق، كونترا فيها ما قالش فيها الخدمه، الكونترا فيها غير الوراق، يعني كونترا فيها الوراق ب 15، وراه بزاف الاخوان، يعني واخا ما عرفتش شنو غادي دير ما غاديش تجيبها في العام الاول ولا العام الثاني، ما غاديش ترجع فلوس من طبيعه الحال الا صبرتي وخدمتي شي خدمه زوينه. اما نبقاو بعاد على داكشي الاخر الحرام والممنوعات وكذا وهذه، يعني هذاك الشيء ما نهضروش عليه، هذيك حاجه اخرى، هذيك نهضروا على القانون، داك الشيء قانوني وبدراعك. العام الاول والثاني ما غاديش ترجع فلوس من طبيعه الحال الا صبرتي ودبرتي على خدمه زوينه ومدخول زوين والعوين من طبيعه الحال، ماشي انت جيتي لهنا للطاليان وكترسل باقي محتاجين لك الواليد والوالده وخوتك وعندك دين وعندك كريدي وعندك وعندك، راك ما غاديش ترجع على كان عندك كلشي هذا الشيء هذا وانت مازال كتنفق على الدار. اما الا كنتي بوحدك وعندك خوتك وعندك العوين طبيعه الحال غترجع هذا الشيء هذا ان شاء الله، غير هي راها بزاف، يعني بزاف، ويلي محامي غيضربها كامله هاد 15000، الباترون ما يكون ما فراسو حتى لعبه، ما فراسو حتى حاجه الباترون. المهم هذا الشيء على حساب الكونترات الاخوان، الواحد يحضي راسو مزيان، لان هاد الثمن ضار بزاف العام الاول والثاني، ما غاديش ترجع هذيك الفلوس هذه، ولك واسع النظر والاختيار ديالك من طبيعه الحال. والدراري الناس اللي كيدخلوا عندي كيسولوا على التمر ما كنبغيش نعمر معاهم الصراحه، لان كلشي متراقب وما خاصناش نبقاو نهضروا في هذه المواضيع عادو ديال بشحال، لانك كتثقل على راسك وتثقل علينا حتى حنا. المهم درتي شي حاجه هذاك الشيء كيبقى شخصي، سولنا
على على الروسي، على الكونترا، على القانون، على الحصه، السيت امتى يتسد امتى يتفتح واشنو طالبين، وشارك معك جميع المعلومات بطبيعه الحال. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم اخوتي، المهم على حساب المعلومه الاخرى اللي بغيت نشارك معكم اخوتي ديال الفيزا. اي واحد دابا خرج له كونترا ولا عنده فيزا ولا عنده تجمع عائلي، المهم طبعه ديال الفيزا، عندك التاريخ ديال امتى تبدا الفيزا بالمثال. هذه المعلومه الاخوان انا كنت باغي نشارك معكم شحال هذا، ولكن ما جاش الوقت. اليوم واحد الولد ارسل لي هو في الخاص قال لي اخويا السيد اللي كنعرف راهم رجعوه من طريق وضيع البي وضيع الوقت وضيع وضيع. علاش؟ لان طابعين لي في الفيزا في المثال، هذا غير مثال، الفيزا عنده فيها 20 غادي تبدا الفيزا، خاصه هو من 20 الفوق عادي يسافر. اشنو دار هذا السيد؟ هذا عنده في المثال مطبوع عليه راه الفيزا ديالك غادي تبدا ابتداء من 20 في شهر 11، مشى قطع هو البي في المثال 17 ولا 18 ولا 19 وسافر في التاريخ ديال 17 ولا 18 ولا 19 وما رجعوه، قالوا له الفيزا ديالك غادي تبدا ان شاء الله ابتداء من 20 في الشهر. اي واحد طبع يقلب امتى غادي تبدا الفيزا عنده، راه كلشي مكتوب عندك تما. يعني انت خديتي الفيزا اليوم وتقطع غدا وهما ما كاتبين لك حتى بعد غدا وكنتي جاي، غادي يرجعوك وغادي تضيع في البي ديالك بطبيعة الحال. هو راه ما كاينش منا الخوف، ولكن نضيع وقت، نضيع ناس مشاو معاك وترونسبور وفلوس، ومضيع كلشي، مضيع بي ومضيع اي حاجه، وغادي دير بي اخر على حساب امتى غادي تبدا الفيزا عندك. راه من طبيعة الحال عندك ثلاثه تواريخ تما، عندك امتى طبعوا لك وامتى تبدا الفيزا ديالك يعني التاشيره ديالك، وامتى توفى التاشيره ديالك غادي تجي ان شاء الله ابتداء من ها امتى غادي تبدا الفيزا، باش ما تضيعش الوقت وما تضيعش البي ديالك ما يبقاش فيك الحال.